بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. كنا مع المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة في باب الهدي والأضحية والعقيقة، ووقفنا عند قوله فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. بسم الله لا الرحمن. بالنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ويتعينان، أي الهدي والأضحية اللذان سبق الكلام فيهما. ويتعينان معناه يختص الحكم بما عينه منهما، فإذا قال هذا هدي أو هذا أضحية فإن هذا الذي عينه من بهيمة الأنعام يختص الحكم به ويتعلق الحكم به، فيصبح واجبا تنفيذه. فإذا قال هذا هدي فإنه يتعين للهدي ويلزمه ذبحه فيه، أو قال هذا أضحية فإن هذا الحيوان يتعين للأضحية ويجب عليه ذبحه فيها. وهذا التعيين إنما يكون بالقول، بالقول بلسانه لا بالنية. فإذا نوى أن هذا الحيوان يكون هديا أو نواه أن يكون أضحية دون أن يتلفظ فإنه لا يتعين بالنية فقط. نعم. وإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. هذه ثمرة التعيين، أنه إذا قال هذه الشاة هدي أو هذه الشاة أضحية فإنها حينئذ تعينت عليه ووجب عليه ذبحها لما عينها له، فلم يجوز له نقل الملك فيها لا ببيع ولا هبة، لأنها أصبحت وقفا لله عز وجل، فلا يجوز نقل الملك فيها إلا في صورة واحدة: إذا أبدلها بخير منها فإنه يجوز له أن يبيعها وأن يهديها، لأنه حصل أحسن منها. أما إبدالها بمثلها أو بأقل منها فإن هذا لا يجوز، لأنها أصبحت وقفا، والوقف لا يجوز بيعه ولا هبته. نعم. قال: ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. يجوز له أن بعد تعينها للهدي أو الأضحية يجوز أن ينتفع منها بما لا يضرها، كأن يجز صوفها
إذا كان جزه أنفع لها، أما إذا كان جز الصوف يضرها أو ينقص من قيمتها أو ينقص من هيئتها فإنه لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان بقاء الصوف عليها يضرها وأخذه عنها أنفع لها فإنه يفعل ذلك، لكن لا يتملكه بل يتصدق به لأنه تابع لها وخارج عن ملكه. نعم. قال ويتصدق به. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. فإذا وكل أحدا في ذبحها أو استأجره لذبحها، استأجر جزارا يذبحها، فإنه لا يعطيه أجرته من لحمها بل يعطيه الأجرة من ماله هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعطي الجزار منها شيئا، لأنها أصبحت خرجت عن ملكه لله عز وجل فلا يقي بها ماله، لأن أجرة الجزار واجبة عليه، فلا يقي ماله بشيء من لحم الهدي والأضحية. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. ولا يبيع جلد الأضحية أو الهدي لأنه تابع لها وخارج عن ملكه، لكن له أن ينتفع به، أن يجعل الجلد قربة ونحو ذلك وينتفع به دون بيع. نعم. قال بل ينتفع به. نعم. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أن الانتفاع غير البيع، البيع نقل ملك وهو لا يملكها، وأما الانتفاع فإنه ينتفع به كغيره من الناس. نعم. وإن تعينت ذبحها وأجزأته، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. وهذا حكم آخر يترتب على قوله هذا هدي أو أضحية، فعلمنا أنه إذا قال هذا لا يجوز له بيعها ولا هبتها. والحكم الثاني أنها إذا تعيبت الأضحية أو الهدي بأن أصابها عيب من مرض أو إصابة عرج أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه أن يبدلها بصحيحة، بل يذبحها على هيئتها، لأن هذا شيء حصل عليها بغير اختياره، فيذبحها على ما هي عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. يعني هذا الحكم أنه لا يلزمه أن يبدلها إذا تعيبت، بل يذبحها وتجزي، إذا كانت هدية تطوع أو كانت أضحية تطوع ثم أعينها، أما إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل النذر، مثل النذر ومثل هدي المتعة والقران، هذا واجب في ذمته قبل أن يعين هذا الحيوان، فإذا تعيب لا يجزيه ذبحه وهو معيب، بل يلزمه إبداله. نعم. قال والأضحية سنة. حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، والأضحية هي ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، اقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله بذبح
ابنه إسماعيل ابتلاء وامتحانا، فلما عزم على التنفيذ وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى هو وإسماعيل صمم على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى طاعة لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم وهو ذبح إسماعيل وفداه بذبح عظيم، فداه بذبح يعني بخروف من الجنة فدية لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فذبحه إبراهيم فصار سنة في ذريته إلى يوم القيامة. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إحياء لسنة إبراهيم، وشرع الأضحية لأمته، إلا أنها غير واجبة بل هي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذبحها تقرب إلى الله عز وجل بسفك الدم في هذا اليوم، فلا يساويه الصدقة، وإن كانت الصدقة أيضا طاعة لله عز وجل، ولكن الصدقة تشرع في كل وقت، لكن الأضحية إنما تختص بهذه الأيام وفيها تقرب إلى الله عز وجل بالذبح. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. فالأضحية قربة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، فلا تعادلها الصدقة، لأن الصدقة ليس فيها ذبح، والصدقة أيضا تشرع في كل وقت فوقتها موسع، خلاف الأضحية فإنها مخصصة في زمن محدد، فلذلك صار ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. يسن لمن ذبح الأضحية أو الهدي أن يأكل منها، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الآية الأخرى: وأطعموا البائس الفقير. فيستحب له أن يقسمها ثلاثة أقسام: قسم يأكله هو وأهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكل من هديه وأكل أيضا من أضحيته عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني يهديه إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه. والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين. هذا هو المستحب، يقسمها أثلاثا. نعم. قال: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. لو أكل الأضحية كلها وتصدق منها بقليل أجزأه هذا الذي تصدق به، لأنه يحصل به امتثال قوله تعالى: وأطعم البائس الفقير وأطعم القانع والمعتر. هذا يصدق على أقل شيء من الإطعام، فيكون قد فعل السنة. نعم. وإلا ضمنها. وإن أكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء فإنه يضمن منها قدر ما يسمى صدقة، كأن يشتري كيلو من اللحم ويتصدق به. نعم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر
من شعره أو بشر أو بشرته شيئا. من أراد أن يضحي عن نفسه فإنه إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة يمسك عن أخذ شيء من شعوره وأظفاره إلى أن يذبح الأضحية، لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا حتى يذبح الأضحية. قال الفقهاء في الحكمة في كونه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا في أيام العشر حتى يذبح أضحيته تشبه بالمحرم، أنه بذلك يتشبه بالمحرم. نعم، لكن لو كان يريد أن يضحي عن نفسه وأحرم وأراد أن يحرم بالحج والعمرة فإنه عند الإحرام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وإن كان هذا سنة في حق من لا يريد أن يضحي، لأن أخذه في هذه المناسبة سنة، وأما أخذ شعره أو أظفاره في أثناء العشر وهو يريد الأضحية محرم، فلا يرتكب محرما من أجل فعل سنة، إلا أنه إذا أراد أن يتحلل من العمرة في العشر في عشر ذي الحجة وهو ممنوع من أخذ شيء من شعره وأظفاره فإنه يحلق من رأسه أو يقصر، لأن هذا من أجل النسك فلا بد منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. هذا هو النوع الثالث من أنواع التقرب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح. النوع الثالث هو العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الغلام بعد ولادته شكرا لله عز وجل، وليكون من بركاتها على هذا المولود. فالعقيقة سنة مؤكدة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. فتستحب وتتأكد عن المولود، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وشكر له على هذا المولود، وأيضا فيها سر، وهو أن هذا المولود تناله بركات هذه القربة. نعم. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. نعم، ومقدار العقيقة عن الغلام شاتان، عن الغلام يعني الذكر، وعن الجارية يعني الأنثى شاة واحدة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام، وهذا منها، فالأنثى تكون على النصف من الذكر في أربع مسائل: في العقيقة كما هنا، وفي الميراث، قال تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الدية، فإن دية المرأة على النصف من دية الذكر، دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وفي الشهادة، فإن شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم،
قال تذبح يوم سابعه، هذا توقيت ذبح العقيقة، تذبح بعد الولادة، تذبح بعد الولادة في أي يوم، لكن الأفضل أن تكون في يوم سابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في اليوم السابع، وأن يحلق رأس الذكر، يحلق رأس الذكر في اليوم السابع وتذبح عنه العقيقة. أما الجارية فإنه لا يحلق رأسها ولكن تذبح عنها العقيقة في اليوم السابع. نعم. قال فإن فات ففي 14، فإن فات الأسبوع الأول اليوم السابع الأول فإنه في السابع الثاني يوم 14 من ولادته. نعم. فإن فات ففي 21، فإن فات السبعة الثانية من ولادته ففي السبعة الثالثة في 21 يوما من ولادته. نعم. تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، تنزع جدولا أي أعضاء ولا يكسر عظمها، تفاؤلا بسلامة المولود، ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه. نعم. وحكمها كالأضحية، حكمها فيما يفعل بها كالأضحية، في أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وأيضا أنه ينتفع بجلدها ولا يجوز له بيعه. نعم. وأنه لا يعطي الجزار أجرته من لحمها. نعم. يعني حكم العقيقة، أحكام العقيقة كأحكام الأضحية فيما سبق إلا ما استثني. نعم. إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني في بدنة، يعني لا يجزئ فيها سبع بدنة أو سبع بقرة كما في الأضحية، لأن هذا الشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يذبح بدنة فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة، وإذا أراد أن يذبح بقرة فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة، ولكن ذبح الشاة أفضل من ذبح البدنة وأفضل من ذبح البقرة، لأنها هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، لا تسن الذبيحة الفرعة، والفرعة هي أول ما تنتجه الناقة، الأول ما تنتجه الناقة من أولادها، وكانوا في الجاهلية يذبحون أول نتاج الناقة اعتقادا منهم، لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وقيل أنهم يذبحونه للأصنام، يذبحونه للأصنام تبركا بها، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ولا العتيرة، ولا العتيرة وهي الذبيحة في رجب، لأن رجب لا يشرع تخصيصه بالذبيحة، وإنما هذا كان في الجاهلية، كانوا يذبحون في أول أسبوع من رجب في الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرعة وهي ذبح أول ما تلده الناقة، والعتيرة وهي الذبيحة في أول رجب، لأن هذا من أفعال الجاهلية، قد نهينا عن أفعال الجاهلية. وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شهر كسائر الشهور، فلا يخصص بصيام من بين الشهور، ولا يخصص بقيام بين سائر الشهور، ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور،
بل لا يخصص بعمرة أيضا كما يقال العمرة الرجبية، فإن هذا لا دليل عليه، وإن كان بعض العلماء يرى مشروعية أو استحباب العمرة في رجب، ولكن الصحيح أنه لا يخصص رجب بالعمرة، وإنما هو شهر كسائر الشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي أداها كلها في ذي القعدة، إلا عمرة الجعرانة فإنها كانت في شوال لما قدم صلى الله عليه وسلم من حنين داخلا إلى مكة. فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، ولم يكن منها شيء في شهر رجب، أدل على أنه لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات كما يفعله الخرافيون الآن، ولا يحتفل بالإسراء والمعراج كما يفعله الخرافيون الآن، فإن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لم يتعين أن الإسراء والمعراج وقع في رجب، ولم يبين لنا الله ولا رسوله متى وقع الإسراء والمعراج. فلو كان لنا حاجة في تعيين اليوم الذي أو الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لبينه الله ورسوله، فتخصيص هذه الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء والمعراج من رجب باحتفال، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.